السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة هنتكلم عن حصوات الجهاز البولي أو اليورينري تراكت ستونز. طيب احنا هنعرف ايه النهاردة؟ هنعرف الاناتومي بتاع اليورينري سيستم اللي احنا اكيد عارفينه، الديفينيشن بتاع كام حاجة، الباثوفيسيولوجي، انواع الحصوات اللي احنا هنتكلم عليها الفيديوهات اللي جاية، الدياجنوز بتاعها والتريتمنت. اول حاجة الاناتومي احنا كلنا عارفينه، دي الكيدني عندنا، وده اليوريتر، ودي البلادر، وتحت فيه اليوريثرا. سهلة جدا. احنا عندنا دايما هتلاقي في الكلاب والقطط وحتى تقريبا في البني ادمين هتلاقي ان الليفت كيدني هي تحت الرايت كيدني، مستواهم مش زي بعض، الرايت كيدني دايما اعلى، ودي تبقى مشكله معانا. مشكله في ايه؟ هتلاقي الرايت كيدني معظمها مستخبيه بالضلوع، بالذات عند الضلع رقم 11 و12، يعني هي تبقى موجوده كده اهو عند ال 11 و12 انتركوستال سبيس. فلما تيجي تعمل سونار مثلا خليك في الكليه الشمال الاول، يعني هتبقى اسهل، الكليه اليمين تبقى صعبه شويه. لما تيجي تعمل سونار برضو لو كلب صغير او قطة استخدم لهم 7.5 او اكتر، ممكن 9 ميجا هرتز عشان تشوف الصورة اوضح. لو كلب كبير استخدم لهم 5 او اقل ميجا هرتز عشان تشوف برضو الصورة اوضح. طيب في العموم في القطط مقاس او طول الكلية تقريبا من 3 ل 4.5 سنتي. طيب لو هي اكبر من كده بنسبة كبيرة هيبقى عندك مشكلة، وهتبقى حاجة زي اكيوت كيدني انجري. لو اقل من كده زي الصورة دي هتلاقي الكلية طولها تقريبا 2.5، دي حصل فيها اتروفي، بنسبة كبيرة هتكون مشكلة كرونيك. دي برضو صورة سي تي بس مش مشكلة عندنا. انا عايز اعرفك بس ان الرايت كيدني هتلاقي جنبها الليفر، دي حاجة معروفة، وان الليفت كيدني هتلاقي جنبها الاسبرين برضو. ايه دي للتوضيح بس مش اكتر، مش هتفرق معانا في اي حاجة في اللي احنا هنقوله النهاردة. في تعريفين كده عايزين نتكلم فيهم. هو اول تعريف عندنا اسمه النفروليثياسيس، والتاني اسمه اليوروليثياسيس. النفروليثياسيس دي معناها ان في حصوه في الكلى، سهله خالص، هي بسيطه. اليوروليثياسيس دي معناها حصوه في اليورينري تراكت تقريبا كله. نقولها على الكلى، نقولها على اليوريثرا، اليوريتر، البلادر، اي حاجه. تمام، هنتكلم عن البيزك باثوفيسيولوجي بتاع الحصوات كلها تقريبا، وبعد كده نقسمه ايه حصوه حصوه. عشان تتكون حصوه احنا محتاجين 3 حاجات تحصل. حاجه اليورينري سولفنتس او الميه او الحاجة اللي بتدوب فيها الأملاح مثلا تكون قليلة، يعني المية تكون قليلة، يكون الكلب أو القط عنده دي هيدريشن، فبالتالي تركيز الأملاح هيحصل فيه زيادة، هيحصل سوبر ساتوريشن. طيب الملح ده لما يزيد هيحصل له برسبتيشن، هيبدأ يترسب عشان المية قليلة، فتبدأ تتكون الحصوة زي الصورة دي كده اهو. أول واحدة اللي هي على اليمين ده في مية كتير في الأملاح مخففة، التانية اللي على الشمال الأملاح زيادة عشان المية قليلة، فدي ممكن تتكون حصوة. نرجع تاني للصورة دي، يكون عندي urinary solutes كتير زي الكالسيوم، زي الأوكزاليت، زي اليوريك أسيد، زي السيستين. دول 4 حصوات تقريبا أو 3 هنتكلم عليهم في الفيديوهات الجاية. السول انهيبيتورز عندي بي اتش وعندي الستريت، وهنتكلم عليهم بعد كده. الحصوات اللي بتتكون في الأسيدك بي اتش زي اليوريك أسيد، زي السيستين، زي الكالسيوم اوكسيد. الحصوات بتتكون في الالكالاين بي اتش زي الكالسيوم فوسفيت والاستروفيت. يبقى احنا عشان يكون عندنا حصوه محتاج ان اليورينري سولفنتس تقل اللي هي الميه تزيد الديهايدريشن، محتاج ان يكون في ستون انهبيتورز قليل اللي هو البي اتش سواء الكالاين او اسيديك او الستريت، يكون عندي يورينري سوليوتس كتير زي الاملاح اللي احنا قلنا عليها، وبالتالي لما الثلاثه دول يتجمعوا هيتكون حصوه. ايه الانواع الحصوات اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديوهات اللي جايه؟ عندنا الكالسيوم اوكسالات، الكالسيوم فوسفيت، الاستروفيت، اليوريك اسيد، والسيستاين. اول حصوه هنتكلم عليها النهارده هي الكالسيوم اوكسالات. هنتكلم عن الديفينيشن بتاعه اللي ملوش اي لازمه، الفيسيولوجي، الكلينيكال ساينس، الدياجنوزس، والتريتمنت. وهي ده شكل الحصوه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. الديفينيشن هو عباره عن حصوه تتكون من كالسيوم واوكسالات مع بعض، بس ده التعريف باختصار. الباثوفيسيولوجي احنا قلنا 3 حاجات بتوعنا، يكون قليل اليورينري سولفنتس، يكون كتير اليورينري سوليوتس، يكون في عندي مشكله في الستون انهبيتورز. فاحنا عندنا اول حاجه اليورينري سولفنتس، الميه قليله حصل دي هيدريشن، تاني هيروح حاصل ساتوريشن لليورينري سوليوتس، في الحاله دي هيكون الكالسيوم، في الحاله دي هيكون الكالسيوم والاوكسالات، بعد كده بيرسبتيشن، وبعد كده هتتكون الحصوه. ده اول نقطه. طيب تاني نقطه الستون انهبيتورز، هنتكلم عن البي اتش زي ما قلنا، وهنتكلم عن الستريت. في 3 حاجات دلوقتي هنتكلم عليهم، كالسيوم والستريت والبي اتش، دول هم الستون انهبيتورز المشكله اللي هتحصل وهيتكون بسببها حصوه.
الاسيدك بي اتش بتاع اليورين بيبقى اقل من 7 والالكالين بتبقى اكتر من 7. دي معلومه ايه على جنب كده. طيب بصوا في الفسيولوجي بتاع بقى الكالسيوم اوكسالات بالتفصيل. احنا عندنا ليه في كالسيوم كتير في اليورين؟ طيب عشان في ستريت قليل. طيب نوضح تاني، احنا عندنا هنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، هنلاقي فيها نرسم دي كده اهو، دي كده بيبقى فيها الكالسيوم قاعد بيحب في الستريت، هما الاتنين مع بعض حبايب ومش بيعملوا اي مشكله مع بعض. الستريت اهي. طيب لو الكالسيوم ما لقاش الستريت فهو هيبقى خاين، هيحب الاوكساليت، هيروح للاوكساليت. طيب امتى بقى الستريت ده يختفي او ليه يختفي؟ ده اللي هنتكلم عليه بقى. الستريت هيقل نتيجه حاجه من الاتنين، يا اما حصل حاجه اسمها تايب 2 ار تي اي او تايب 2 رينال تيوبولار اسيدوزيس، دي هنتكلم عليها النهارده، والفيديو الجاي ان شاء الله بتاع الكالسيوم فوسفيت هيبقى عندنا تايب 1 هي السبب. يبقى نتيجه التايب 2 ار تي اي او نتيجه ان هو واخد دواء زي الاسيتا زولامايد، دول بقى بيعملوا ايه؟ دول بيجوا عند الحته دي، المفروض ادي بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، يروحوا هنا الخلايا اللي حواليها او الخلايا بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول تبدا تطلع بروتونز كتير، تطلع بروتون بروتون بروتون، ادي بروتونز. الستريت بقى مش هيقدر يعيش في الوسط ده، الوسط ده دلوقتي بقى اسيدك. طيب الستريت مش بيحب الاسيدك، هيروح جاي هربان من الحته دي ويروح رايح يرجع الدم تاني، يحصل له ري ابزوربشن، فهنا هيروح الكالسيوم هيبقى كتير، مفيش ستريت، هيروح ماسك في الاوكساليت. دي اول حاجه. يبقى احنا عرفنا ليه اليورين بقى اسيدك، وعرفنا ليه الكالسيوم بقى هنا كتير والستريت بقى هنا ليه قليل. طيب احنا عندنا ان البروتونز هتبقى كتير في اليورين، فبالتالي هيبقى البي اتش بتاعته قليله، هيبقى اسيدك، الستريت تركيزه هيقل في البول وهيزيد في الدم، وبالتالي الكالسيوم هيمسك في الاوكساليت، وبالتالي الحصوه دي هتتكون. تاني حاجه اللي هو الستون انهبيتورز. تالت حاجه بقى اليورينري سوليوتس. احنا عندنا حاجتين زياده، الكالسيوم والاوكساليت. طيب ليه الكالسيوم زاد؟ عشان حاجه زي الهايبر باراثايروديزم، دي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات فمش هنتكلم فيها النهارده خالص. يا اما يكون الكالسيوم نفسه في ديكريز في الابزوربشن بتاعه، في الري ابزوربشن بتاعه من الجي اي تي. طب ده ممكن يكون نتيجه ايه؟ نتيجه حاجات كتير، ممكن يكون في صوديوم كتير في الاكل، ممكن يكون فيه بروتين كتير في الاكل. طب ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان الكالسيوم برضو بيحصل له ري ابزوربشن، جزء منه بيحصل له ري ابزوربشن هنا، وجزء منه بيحصل له تاني ري ابزوربشن في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. طب لما يكون بقى فيه صوديوم كتير او بروتين كتير فمش هيحصل له ري ابزوربشن ده خالص، فبالتالي تركيز الكالسيوم هيزيد في اليورين. ايه اللي يزود الاوكساليت في اليورين؟ احنا عندنا هنا الجي اي تي، المفروض ان دي اللي اسمه الانتستين مثلا، اسمه الانتستين بيبقى فيها الكالسيوم ماسك في الاوكساليت وحبايب حلوين جدا ما بيعملوش اي مشكله. برضه احنا عارفين ان الكالسيوم خاين، زي ما خان الستريت ممكن يخون الاوكساليت، فتروح جاي حاجه زي فات، يكون مثلا حيوان واكل وجبه فيها فات كتير شويه، ادي الفات اهو، اول لما الكالسيوم يشوف الفات هيروح سايب الاوكساليت ويروح ماسك في الفات. الكالسيوم والاوكساليت لما بيبقوا ماسكين مع بعض في الجي اي تي مش بيعرفوا يعدوا تاني للدم، لما الكالسيوم بتسيبها وتبقى فري كده اهو، ساعتها سهل جدا يحصل ري ابزوربشن ليها وتروح بعد كده رايحه للكدني، وساعتها يكون في تركيز كبير في اليورين. طيب ايه الدايجنوزيس؟ احنا عندنا سهل خالص الدايجنوز بتاعنا، ممكن نستخدم حاجه زي السي تي، هنشوف هنا حصوه مثلا في الكليه، ممكن نستخدم الالترا ساوند وهي كويس جدا في حاله الحمل او في الاعمار الصغيره، ادي الحصوه اهي ووراها شادو هنا اسود، كل ده طب في شادو هنا اهو، يبقى دي حاجه متوسطه الضوء او الساوند، فدي حصوه. لو حاجة زي كده ظهرت قدامي ومفيش وراها شادو ممكن تكون تيومر،
الاكس راي. الاكس راي عندنا في حاجتين لازم نعرفها، في حصوات راديو اوبيك يعني بتبان في السونار في بتبان في الاكس راي، وفي حصوات راديو لوسنت ما بتبانش قوي في السونار في الاكس راي. ايه الحصوات الراديو اوبيك؟ زي الكالسيوم اوكسالات اللي بنتكلم عليها النهارده او اللي بنتكلم عليها النهارده، والكالسيوم فوسفيت والاستروفيت. ايه الحصوات الراديو لوسنت؟ زي السيتريك اسيد والسيستاين. ادي حصوه اهي في اليورينري سيستم في البلادر، وادي حصوه تانية اهي في البلادر. اليورين اناليسيس، هنجيب حاجه زي اليورين ستريب ونغمسها كده اهو في البول. اهم حاجه عندي هنشوف البي اتش في الحاله دي، هنلاقيه قليل، هنلاقيه اقل من 7 عشان ده اسيدك. هنشوف السبيسيفيك جرافيتي، هتلاقيها عاليه عشان في دي هيدريشن. ممكن تلاقي بقى البلاد عشان مثلا حصل ميكوزال دامج، ممكن تشوف ليوكوسايتس لو في انفكشن حصل. ده اهم حاجه عايزك تعرفها في اليورين ستريب بتاعه الكالسيوم اوكسالات وانا بشخصه. طيب لو هشوفها تحت الميكروسكوب، هي شكل الدمبل شيب، عامله زي الدمبل بتاع الجيم. التريتمنت بقى، احنا عايزين نصلح الحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتسبب المشكله دي. احنا قلنا ان نتيجه الحصوه دي بتتكون نتيجه ان اليورين سولفنتس قليله، فانا هعالج الديهايدريشن ده. هعالجه بايه؟ هديله ميه وهديله فلويد سيرم. طيب البي اتش اسيدك، مش بي اتش اسيدك كان ليه؟ عشان الستريت مش موجود. طب انا هعمل ايه؟ هديله الكالينايزنج ايجنت زي بوتاسيوم ستريت، الستريت اللي انا كنت محتاجه. طيب حلو، تاني احنا قلنا بعد كده ان في يورينري سوليوتس كتير زي الكالسيوم وزي الاوكسالات. طب الكالسيوم احنا قلنا نتيجه ان الصوديوم كتير، فانا هقلل الصوديوم في الاكل. البروتين كتير، هقلل البروتين في الاكل. هدي حاجه زي السايزايدز، دي دايوريتكس بتقلل الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم في اليورين. هدي حاجه زي الالندرونيت. طيب الاوكسالات كتير، اعمل ايه؟ هقلل الاكل اللي فيه اوكسالات زي الاكل ده، ومش همنع الكالسيوم في الدايت. انا قلت الكالسيوم لما بيروق الفات بيسيب الاوكسالات فري، فبيبقى تركيزه كتير في اليورين. طيب خلاص ما قللتش الكالسيوم في الاكل عشان الاوكسالات ما بيبقاش تركيزه كتير. هدي فيتامين دي، فيتامين دي ده بيظبط الاوكسالات، مش بيخلي فيه برودكشن كتير منه. هدي حاجه زي انتي انفلاماتوري زي الميلوكسيكام، مش هستخدم خالص فيتامين سي، ده اصلا اسكوربيك اسيد، ده هيخلي اليورين عندي اسيدك اكتر، فالحصوه هتدوب. بس احنا خلصنا المرض بتاعنا بسرعه، وفاضل تقريبا لسه 4 حصوات ممكن نتكلم فيهم وممكن لا، بس يا رب تكونوا استفدتوا من اول واحده.